ذات عاده، افترضوا ان عادتها سته ايام، وجاءها الدم في هذه السته، ايا كانت مواصفات هذا الدم، فهو حيض، ممكن أربعة أيام مثلا يكون أحمر، وفي خلال يومين يصير أصفر خفيف، خليه يصير أصفر خفيف قليل ما دام في الوقت فهو حيض ما في نقاش الكلام إذا زاد وربما هذه الحالة تكثر أن يزيد يتجاوز الفترة المحددة هذا له صورتان تارة يزيد على الفترة ويعبر العشرة يتجاوز العشرة احنا فرضنا عادتها مثلا ستة هالمرة صار 11 يوم الستة الأول حيض الزائد استحاضة من يوم سبعة خلص زين سؤال حتى لو هذه الأيام اللاحقة الدم كان بصفات الحيض أحمر شديد اي خلاص ستة عادتها الباقي كله استحاضة هذا فرض أن يتجاوز الدم العشرة الفرض الثاني أن لا يتجاوز يعبر الستة صار سبعة ثمانية تسعة مثلاً المهم ما عبر العشره هذا ايضا له فرضان تاره يكون بصفه الحيض احمر او اسود حار يخرج بقوه فهو حيض بلا كلام اكيد الحين هذه صار عندنا فرضان الفرض الأول أن يعبر العشرة خلص مقدار عادتها حيض الزائد استحاضة أيا كانت مواصفاته هذا الفرض الثاني أن ما يزيد على العشرة هذا اللي ما يزيد على العشرة هم قسمين مرة بصفات الحيض فهو حيض تسعة أيام تسعة ونص عشرة إذا صار فوق العشرة ساعة واحدة تعتبر من يوم سبعة هي مستحاضة لكن إذا ما زاد على العشرة خلص كله حيض ما دام بصفة دم الحيض هذا أيضا ما في نقاش هناك فرض ثالث اللي فيه خلاف بين العلماء وهو أن يتجاوز فترة العادة لكن لا يتجاوز العشرة مو ستة فرضنا صار تسعة وقف لكن يومين مثلا ثلاثة أيام اللي فوق العادة كان لونه أصفر خفيف هذا شنو وضعه ما زاد على العشره لو كان متجاوز العشره محلوله القضيه لو كان بصفات الحيض ايضا محلوله لكن لا عبر العشره ولا هو بصفات الحيض خلاف بعض الفقهاء يقول هو حيض خلص ما دام في العشره وما تجاوز فهو حيض وممن يقول بهذا الرأي السيد السيستاني يقول ما دام في العشره وما تجاوز فهو حيض حتى لو كان بصفات الاستحاضه وفي الفقهاء من يخالف يقول لا ما دام صار بصفات الاستحاضه حتى لو ما تجاوز العشره هذا يعتبر استحاضه وهذا راي السيد الخوئي رحمه الله وجماعه من الفقهاء. اذا صار عندنا عده فروع. واحد ما تراه المراه في فتره العاده خلينا نفترضها سته ايام مثلا اللي تراه في هذه السته حيض. أصفر أحمر حيض في فترة العادة ما زاد إذا يتجاوز العشرة خلص كل اللي زاد يعني عادته ستة وقلنا صار 11 يوم من يوم سبعة هذا كله استحاضة أحمر أصفر ما لنا شغل فيه زين ما زاد على العشرة أقل عشرة وأقل بصفات الحيض حيض بصفات الاستحاضة خلاف السيد السيستاني يقول حيض السيد الخوئي يقول استحاضة وكل امرأة تعمل حسب رأي مقلدها لما نعتبر حيض ما تصلي لما نعتبر استحاضة تصلي الحين في مسألة ربما الحج يريد يسأل هذه المسألة يشير لها وهي أنه أفرض نفس المثال ناخذه حتى لا يتشوش المطلب عادتها ستة هالمرة شافت صار يوم سبعة والدم بعده موجود طبعا لو كان بصفات الاستحاضة يوم سبعة أصفر عند السيد الخوئي هذا استحا... هذه استحاضه خلاص تغتسل وتصلي الكل... الكلام انه لو كان بصفات الحيض او كانت تقلد مثلا السيد السيستاني اللي يقول اللي بخلال العشره اذا ما تجاوز فهو حيض زين هي ما تدري راح يتجاوز او ما راح يتجاوز اليوم يوم سابع الدم موجود صار يوم ثمانية موجود ما تدري راح ينقطع على العشرة أو يستمر فماذا تفعل الرواية قايلة تصبر يوما أو يومين يعبرون عنها الفقهاء هاليوم واليومين بأيام الاستظهار يسموها ايام الاستظهار يعني تستظهر ما تصلي هاليوم يومين ما تصلي شوف شي صير اذا شافت لا ماشي الدم ماشي صبرت يوم مثلا سبعه ثمانيه خلص يوم تسعه تقوم تصلي يوم عشره تقوم تصلي راح يتبين الحال بعدين إذا عبر العشرة يتبين هاليومين اللي صلت كان لاغي كان مضبوط لأنها كانت استحاضة أما إذا ما عبر العشرة ما تجاوز وكان بصفات الحيض خلص هذا حيض أما كان بصفات الاستحاضة على رأي السيد السيستاني أيضا حيض لأنه ما تجاوز على رأي السيد الخوئي استحاضة حسب التقليد يبقى شنو حكم اليومين شنو راح نحكم بالبقية النتيجة النهائية تشوف إذا عبر العشرة يتبين هاليومين كانت استحاضة فكنت تقضيهم يعني ما كانت حائض تبين أنها كانت في حالة استحاضة يكون تقضي هاليومين وإذا وقف على العشرة فافترضناه حيضا شغلها مضبوط هاليومين ما صلت لأن تب بعدين تبين أنها فعلا حائض هاليوم اليوم واليومين ما تصلي البقية ما تبقى إلى العشرة تصلي فيها وأنتم زين هالمرة نأخذ مسألة بعكس هذا الكلام كله إحنا قلنا عادتها مثلا ستة وكنا نتكلم إذا زاد لو نقص شلون عادتها ستة هالمرة يوم خمسة وقف الدم ما قاعد ينزل تفحص ما تقوم تصلي رأسا ما تقوم تغتسل وتصلي وهذه أيضا ربما كثير من النساء ما يلتفتنا إليها خلاص شاف الدم ما نزل تقوم تغتسل وتصلي لا لازم تفحص فإن رأت الرواية تقول إن رأت مقدار رأسي ذبابة مقدار رأسي ذبابة من الدم ولو كان أصفر تعتبر نفسها بعدها حائض ليش؟ لأنها بعدها بنفس الوقت عادتها ستة اليوم خمسة فرضنا وقف الدم بعدها مدة العادة ما انتهت لازم تفحص تشوف إذا شافت نقاء كامل خلص تغتسل وتقوم تصلي إذا رأت ولو مقدار رأس ذبابة هذا تعبير الرواية رأسي ذبابة ولو اصفر ولو اصفر لانه في مده في وقت العاده تعتبره حيضا تعتبر استحاضه راح تجينا ان شاء الله اكو استحاضه كبيره متوسطه صغيره تختلف احكامها بس الان نحن في احكام الحيض نشوف شو يصير هناك قضيه اخرى كثيرا ما تقع موردا للابتلاء مثلا بعض النسوة تقول الدم انتهى في حسب تعبيرهم سائل أدعم أو يجيها الشيء قبل وقت العادة تقول شيء أدعم هذه كلمة أدعم ما تحل مشكلة يكون تسأل هالسؤال دم لو مو دم يعني شوفوا عندنا دم احمر او اسود دم اصفر رقيق وفي سوائل ممكن تطلع من المراه او ساخ غير ذلك شيء وسخ اذا ما كان دم ما يترتب عليه اثر لابد اولا ان تحرز انه دم الحين دم احمر دم اصفر هذا الكلام اللي قلناه اما مجرد سائل ادعم هذا لا اثر له. هذا الكلام ليلتين ثلاثه تكلمنا فيه كان يرتبط بذات العاده. الحين هناك قسمان من النساء اخران او ثلاثه اقسام في الحقيقه مو اثنين. واحد احد الاقسام المبتدئة يصير نقرأها مبتدئة ويصير نقرأها مبتدأة مثل كلمة مقدمة من يكتبوها بالكتب يصير نقرأها مقدمة ويصير نقرأها مقدمة مقدمة اسم مفعول يعني شيء قدم مقدمة يعني هي تقدم الكلمات اللي تكتب فيها تقدم لما سيأتي في الكتاب فمبتدئة هي ابتدأت بالحيض مبتدأة يعني ابتدأ بها الحيض اثنينهم صحيح كلاهما صحيح والمعنى يتغير اسم فاعل اسم مفعول كلمة متوفى ومتوفي متوفى يعني أخذ استوفي الله يتوفى الأنفس حين موتها هذا شيء سمو اللي أخذت نفسه متوفى زين من اللي توفى الله توفى الله الذي استوفى قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه المتوفي هاي كلمة كثيرا ما تقال خطأ يعني يقولون من المتوفي يقولون حج فلان شيخ فلان سيد فلان لا الله المتوفي الله توفى هذا متوفى اسم مفعول متوفي اسم فاعل زين ينقلونها من رواية أنا ما ما شايفها بالكتب سامعها من بعض أهل العلم يقول كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يمشي خلف جنازة فجاءه شخص قال له يا أمير المؤمنين من المتوفي كاصطلاحنا المتعارف الإمام قال له الله ذاك متعجب شلون يصير الحكي قال له أي المتوفي الله هذا متوفى توفيت روحه عموما فالمبتدأ اللي أول مرة جاي الدم كل مرة بهالدنيا اللي يجيها الدم في أول مرة أول مرة يجيها بعد لازم أول مرة يجي حتى ثاني مرة ثالث مرة فأكو مرة ابتدائية هاي أول مرة تحيط فيها هذا قسم هناك مضطربة مضطربة شنو اللي مو أول مرة يمكن خمسين مرة جايها الدم لكن لا له وقت معين ولا له عدد معين ما مو مرتب وضعهم خربط مره يجيها بدايات الشهر مره بالنهايات مره سبع ايام مره خمس ايام مره تسع ايام ما عندها شيء منضبط يعبرون عنها بكلمه مضطربه هناك قسم ثالث الناسيه الناسيه كانت كان عندها عاده مرتبه نست شلون تنسى؟ شلون تنسى؟ اذا هي شغله كل شهر تصير تصير ان تنسى عندها عاده مرتبه حملت صارت حامل وغالبا المراه لما تصير حامل بعد ما يجيها الدم غالبا مرت علينا مساله قبل كم ليله انه المراه الحامل ممكن تحيض نادرا يجتمع الحيض مع الحمل احيانا بس هذا شيء نادر وارد في الروايه ثلاث يطلقن على كل حال وحده الحامل على كل حال يعني شنو يعني حتى لو كانت في حاله حيض راح يجينا ان شاء الله بعدين في احكام الحيض احنا بعدنا ما وصلنا لاحكام الحيض انها انه يشترط في الطلاق ان تكون المراه طاهرا ما تكون في حاله حيض فبس هناك ثلاث اقسام من النساء اللي حتى لو حائض طلاقهم يصح وحده الحامل حامل وحائض شاف مرته حامل وحائض ضاق خلقه قال شلون يصير هذا الحكي صار يطلقها مثلا فرضنا وطلقها يمشي الطلاق يمشي هذا واحد اثنين غير المدخول بها عقد له مره ومو داخل بها يريد يطلقها قالت له هي حائض يقول له واذا حائض هو مو رايح يمها مجرد عقد يصير يطلقها وهي حائض هذه اثنين ووحدة اللي ما يقدر يستخبر حالها هذه هم كثير تصير غالب الناس من تصير عندهم مشكله الرجل والمراه ما, ما تبقى المراه بالبيت عاده هم الكلمه شهيره اول كلمه يقولها يقولها قومي روحي بيت ابوك ما لحق حق الحكي يحكي هو بكيفه يقولها قومي روحي بيت ابوك رغما على انفه تقعد ببيته هي الان زوجته واجب عليه ينفق عليها ما تريدها طلقها طلقها واذا كان داخل بها تبقى مده العده عنده يصرف عليها بالبيت ماكل ملبس سكن كل شيء اما كلمه والثانيه قوم يروح لبيتكم باي مناسبه ما له حق يقول هالكلام لكن هذا الحاصل هذا الحاصل في أغلب المجتمعات وعند أغلب الناس من تصير مشكلة خلاص تقوم تروح البيت أبوها ثم تشتغل المحاكم والمحاكم شي خلصها يصعد وينزل مثل دخول جهنم اللي يدخل بها ما يطلع منها غالبا شي يطلع بعد محكمة ودخل بيها أو طالت وعرضت وأشهر المهم الحين يجي يطلقها يجي يطلقها وما يدري شنو وضعها وحتى ما يقدر يتصل بها من يشيل التليفون يسدون التليفون بوجهه يشوف حائض نظيفة ما حد يدير لبال مثلا فقام طلقها طلقها شي يسوي بعدين تبين فعلا كانت حائض ماشي طلاقة لأن ما كان يقدر يستعلم حالها عموما الحين محل كلامنا هذا شنو المسألة كانت؟ المبت... الناسية الناسية شلون نتصورها ناسية؟ هذه حملت وفرضنا كغالب النساء ما يجيها دم تسعة أشهر ما شاف الدم، الحين هم ولدت قامت ترضع غالبا هم اللي ترضع ما تشوف دم ممكن تطول سنة ونص سنتين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف زين منها تسعة أشهر حامل ما شاف الدم والحين صار لها سنتين ترضع قريب ثلاث سنين قريب ثلاث سنين هي ما شايفة دم الحين فطمتها للطفل جاه الدم نقولها اخذي عادتش عادتش اللي كانت قبل ال... قبل ما تحملين تقول يعني ما اتذكر هاي ثلاث سنين صار لها القضيه امس اليوم ثلاث سنوات ناسيه يعني كان عندها عاده لكن نسيتها فثلاث اشياء مبتدئه او مبتدئه مضطربه ناسيه هذه شنو هذه ال... هذه الاقسام الثلاثه ما احكامها يعني الحين ما جاي ما لها عاده مضبوطه تتذكرها حتى تقدر تتعامل على اساسها شويه كلمتين نقول ان شاء الله حول المبتدئه البقيه نخليها في الدرس الاتي ان شاء الله المبتدئه او المبتدئه اللي اول مره شافت الدم لاول مره بحياتها تشوف الدم هذه آه مرة الدم يكون بصفات الحيض وأجى بشكل مرتب منتظم ست أيام مثلا سبعة أيام وانقطع ما في مشكلة، بصفات الحيض وانقطع قبل العشرة وفوق الثلاثة، يعني جمع المواصفات كلها هذا حيض ما في إشكال. لكن ما راح تقدر تترك الصلاة أول ما شافت الدم لأن ما تدري يمكن ما يطول ثلاثة أيام يمكن ينقطع قبل الثلاثة إلا إذا كانت متأكدة لما شافت الدم بدأ ينزل شافته بطريقة اللي أكيد راح يستمر ثلاثة أيام تترك الصلاة والصيام دعي الصلاة أيام أقرائك المهم فإذا جاء هذه بالنسبة للمبتدئة جاء بالمواصفات هم اللون وأكثر تجاوز الثلاثة وما عبر العشرة خلص صار حيض وما في إشكال عادي أول يوم يومين ما تترك يوم اي حتى تشوف اذا شاكد تقول ما ادري يمكن هذا ينقطع بعد يومين ثلاثة ايام الا ربع الا اذا متاكده انه راح يتجاوز الثلاثه زين المشكله وين المشكلة أنه أول مرة شافت الدم شافته أكثر من عشرة أيام جاءها الدم مرة واحدة وطول 12 يوم وياها زين هذه شو تسوي؟ أول مرة ما تدري ما إلها عادة محددة عندها عندها مرحلتان أول مرحلة أن تنظر إلى عادة نسائها اقاربها القريبين منها تشوف تسالهم تقول لهم انتم عادتكم كم يوم؟ آه هذه طبعا ربما تختلف باختلاف المجتمعات باختلاف الهواء والماء إلى تاثير يعني هناك مناطق بارده في الدنيا مناطق حاره الطبايع مختلفه اكو طبايع حاره طبايع بارده فتشوف جماعتها خواتها وبنات اخوتها وبنات اخواتها وعماتها وخالاتها هذول اللي حولها تقول لهم انتم عادتكم كم يوم عاده فرضنا اغلبهم قالوا العاده ست ايام خلاص هي تعتبر السته والزايد هاي اذا يتجاوز العشره والزائد تعتبره استحاضه طبعا من طالع عاده النساء اللي حولها مو اي مره م... هي الان توها اول مره جايها الحيض عمرها افرض 12 سنه 13 سنه ما تروح ال... الامها تسالها انت عادتش هالايام كم يوم أم... امها عمرها قريب الخمسين مثلا طبعا قريب الخمسين وضعها بعد يختلف يصير يضعف ويختلف وضعها ما تروح ال... لخالتها وعمتها الكبار ما يتلائمون وياها بالعمر القريبين منها القريبين من مستواها زين إذا أقل من عشرة وبالمواصفات كله حيض توقف باليوم الخامس مو مشكلة تفحص إذا شافت ما في دم تغتسل هاي قلناها أول شيء الكلام الآن إذا مشى جاء دم كثير وتجاوز العشرة ولا إذا أقل من عشرة وبالمواصفات تعتبره حيضة زين هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية أن تختلف النساء اللواتي يحطن بها واحدة تقولها عادتها ستة الثانية تقولها لا ثمانية ذيك تقولها أربعة صار اختلاف فماذا تفعل ترجع إلى العدد فيه خلاف هذه مسألة العدد قيل تأخذ كل شهر ستة قيل كل شهر سبعة قيل شهر ثلاثة وشهر عشرة الأحوط قايلين الأحوط أن تعتبر عادتها كل شهر سبعة خلاص هذا الشهر مو الآن جاه الدم أول مرة تعتبره سبعة تعتبر عادتها سبعة إذا اختلفت أقرانها النسوة اللواتي يحطن بها. هذا طبعاً كلام مختصر لأن هو في تفصيلات، أنا يعني فقط أجيبه بشكل المقدار اللي يعني ضروري. هذه المبتدأة أو المبتدئة اللي أول مرة تشوف الدم إذا صار دم يتجاوز العشرة ترجع إلى عادتي النساء اللواتي يحطن بها وإذا لا تأخذ رقم سبعة مثلا هذا أحوط ممكن ستة على رأي ثلاثة على رأي بين الثلاثة والعشرة تختار أي رقم بين الثلاثة والعشرة والأحوط أن تختار رقم سبعة وصلى الله على الله.